هنا من جامعة الجزائر 3 انطلقت عملية التسجيل الخاصة بالطلبة الجدد، حيث تترقب الجامعة هذه السنة أزيد من 8000 طالب جديد. في هذه السنة تستقبل جامعة الجزائر 3 ما يقارب 8000 طالب موزعة على 4 الكليات الموجودة على مستوى الجامعة. كما تلاحظون عملية التسجيلات راهي متواصلة بداية من اليوم إلى غاية 6 سبتمبر. التسجيلات هذه المرة تتم على 3 مراحل أساسية، تنتهي بالتسليم الفوري للشهادة المدرسية وبطاقة الطالب الحديثة. 5 دقائق على الأكثر 10 دقائق يتم التسجيل نتاعه، ويأخذ بطاقة الطالب نتاعه، ويأخذ شهادة الشهادة المدرسية، ويوجه إلى المكان اللي يزاول به الدراسة نتاعه. التسجيل الجامعي الجديد لهنا سهل، عندك 3 مراحل. المرحلة الأولى تروح تدي يعني هذه واحد البرية باش تسجل بها، مرحلة ثانية تروح تدفع وتمد لهم الكوارط قال باش نروح ندير البطاقة. مرحلة ثالثة تجي لهنا تدير البطاقة سهلة، دوم ندير لك تصاور. التسجيلات كانت في ظروف ملائمة، ما لقيناش صعوبات في التسجيلات، كان الناس واقفين على هذا التسجيلات. تحديث الإجراءات الإدارية عبر الجامعات كان له بالغ الأثر في تسهيل الدخول الجامعي في انتظار انطلاق الجانب البيداغوجي.